في الحلقة السابقة من هذه الحلقات المتواليات اتكلمنا عن بدايات التدوين عموما في اللغات المختلفة، وتمهيدا للي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو التدوين العربي. ويمكن في سياق الحلقة الماضية ذكرت انه اللغة العربية هي اخر اللغات القديمة ظهورا، حتى حد شاف الحلقة فبيقول لي طب وماذا عن الفرنسية والألمانية، ما دي لغات ظهرت بعد اللغة العربية. أيوة في الحقيقة ظهرت من منظومة اللغات اللاتينية، إنما لما نتكلم عن اللغات القديمة بنقصد الأرامية والسريانية والفارسية واليونانية القديمة، وهي بالمناسبة اليونانية بالذات تختلف تماما عن اليونانية الحالية، يعني في النطق وفي تركيب الجملة، زي بالضبط لما بنتكلم عن اللغة المصرية القديمة اللي بعض الناس الطيبين يعني بيسموها اللغة القبطية، وحتى بعض المسيحيين حسني النية في مصر بيتداولوا في المنازل يعني اشتياقا أو حنينا أو اللي بيسموه نوستالجيا للزمن المسيحي، فبيتكلموا اللغة اللي هم متصورين انها اللغة القبطية وربطنها بالدين. ده مش حقيقي طبعا، لانه هي دي اللغة المصرية القديمة مكتوبة بالحروف اليونانية بس، هذا كل ما في الامر، انما لا توجد لغة اسمها اللغة القبطية. على كل حال اشارتي في الحلقة السابقة الى انه اللغة العربية كانت اخر اللغات ظهورا او كتابة بيكن الإشارة إلى اللغات القديمة وليس إلى اللغات الأوروبية المشتقة معظمها يعني من اللغة اللاتينية. وبكده ندخل إلى موضوع حلقة اليوم عن بدايات التدوين أو الكتابة العربية، ويمكن ده يقتضي الإشارة إلى بدايات العرب نفسهم. دكتور جواد علي، وده باحث عراقي يعني هائل الحجم من الطراز الرفيع، عنده كتاب اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيقول في هذا الكتاب انه اول ظهور لجماعة اسمهم العرب كان في حدود 1000 سنة قبل الميلاد، وان دول ظهروا في نقش بابلي او اشوري مش فاكر دلوقتي يعني، بس نقش عراقي يعني. بس ده بيخلينا نسأل الله، أمال قبل كده كان إيه؟ محدش عارف. هل كان العرب جماعة قليلة موجودة في اليمن، ولما انهار سد مأرب وخربت الحياة في اليمن تمت الهجرات دي للشمال وانتشر العرب؟ يجوز. هل الجماعة الإثنية أو الإثنوغرافية اللي بتضم السريان والعرب والعبرانيين والأدوميين كانوا عايشين في مناطق متجاورة، وكان في لهجات، إحدى هذه اللهجات كونت اللغة العربية زي ما إحداها الأخرى كونت اللغة العبرية؟ يجوز. من الصعب القطع برأيي في هذا التاريخ القديم، إنما الشاهد عندنا بحسب الوثائق يعني الأشياء اللي لا خلاف على وجودها كتابة أو نقش أو كده، إنه أول مرة تستعمل كلمة العرب كإشارة إلى قوم مخصوصين كان في هذا النص المسماجي طبعا البابلي أو الأشوري. فظهور العرب في التاريخ يعني ليس عريقا على النحو الذي نتوهمه، والكتابة العربية طبعا راجت بعد الإسلام، أو كان الدين له دخل كبير في الاهتمام باللغة العربية لأن القرآن كتاب عربي. طيب قبل الإسلام كانت إيه الكتابة العربية؟
عندنا شواهد. الشواهد زي ما قلت في الحلقة السابقة كان دايما ما عرفش ليه يعني بيتم التعتيم عليها في منطقة قلب الجزيرة الآن، ولكن في انفراج أهي يمكن تكشف لنا عن أشياء كتير، بالذات في المنطقة النبطية اللي هي شمال المملكة العربية السعودية وجنوب المملكة الأردنية. إنما إلى أن تظهر شواهد ونقوش ويمكن مخطوطات، اللي نعرفه دلوقتي أو متأكدين منه أو الباحثين في كل العالم يعني متفقين عليه، إنه أقدم نص عربي متكامل ده اكتشفوه الفرنسيين في منطقة حوران في سوريا، جنوب سوريا. ولوح يا ريت يعني نشوفه ونشوف المكتوب فيه بعد شوية. وأخدوه، هو موجود دلوقتي في متحف اللوفر. يعني ما كان دايما أيام الاستعمار يعني المستعمر بيلاقي أثار أو بتاع، فهو شاف إن الشعوب دي ما تستحقش يعني إنها تحتفظ بتاريخها، وهم قيمين يعني على كل المستعمرين في الأرض دول. فمثلا حجر رشيد اللي هو شفنا منه الكتابة أو فهمنا منه، مش احنا هم، الكتابة المصرية القديمة موجود في المتحف البريطاني في لندن. ونقش النمارة، وبعض الناس تنطقها النمارة، موجود حاليا في اللوفر. ايه النقش ده؟ هو مكتوب في حدود سنة 450 ميلادية، يعني قبل الإسلام، يمكن لو قلنا الإسلام 620-630 يبقى حوالي 200 سنة. هنا بنتكلم عن مملكة عربية ليها ملك اسمه مرئ القيس، مش امرئ القيس، مرئ القيس. هو يعني مكتوبا بهذا النحو على هذا النقش المزخرف، وبيقول في أمجاده هو كملك. فبيقول إنه هو ملك الأسديين. وطبعا الكتابة صعب جدا مهما دققنا فيها الآن وفقا لهذا النقش، هي كتابة عربية، ولكن من الصعب على أي شخص عربي أو غير عربي حتى إنه يقرأها، لأن ده الخط القديم. ومن الغريب في هذا السياق يعني إنه خلال 200 سنة أو 300 بيتطور الخط العربي بشكل كبير جدا، لدرجة إنه تكاد المراحل تكون مقطوعة الصلة ببعض. فهذا النقش لو قربنا منه الكاميرا شوية، هذه الكتابة غير مفهومة على الإطلاق. المتخصصين بقى في اللغات القديمة قالوا أو درسوا المسألة دي، واتفقوا على إنه اللي مكتوب إنه تايا نفس مرأة القيس ابن عمرو. وهنا بقى ناخد بالنا من حاجة، هي مكتوبة عمرو بواو في آخرها، وده يشير إلى نبطية هذا النص. الأنباط عموما يعني عمر تكتب عمرو عمرو وتنطق عمرو، عمير تبقى عميرو، وهكذا. هذه سمة من مين هم الأنباط؟ دول جماعة من العرب، جماعة راقية شوية كانت مشتهرة من القرن الأول الميلادي يعني قبل الإسلام 600 سنة. ولو بصينا في الخريطة علشان نشوف طريق الحرير، نشوف كده الخريطة دي، هنلاحظ انه من اطراف الصين لحد منطقة الشام ده اللي بيسموه طريق الحرير او السيلك رود.
ده بيتقاطع معه أو بيسقط منه أو عليه طريق آخر بيسمى اصطلاحا طريق البخور، وده اللي بيجي من اليمن والحبشة إلى منطقة الشام أو لبنان وغرب سوريا حاليا. علشان ده طبعا كلا الطريقين ينقل البضائع، ولكن طريق الحرير ده ضخم جدا، وتقريبا كل بضائع الأرض هو تسمى الحرير بس لتميز الحرير اللي كان بيجي من الصين، إنما كل البضائع كانت تنتقل من خلاله. وعلى فكرة بيقولوا في الدراسات يعني المتخصصة إن طريق الحرير ده عمر ما حد راحه وجه منه، لأنه كان بياخد سنوات، إنما هو محطات وقوافل، قافلة بتسلم قافلة وبتتبادل مع البضائع أو بتشتري وبعدين بتنقل على اللي بعدين. نفس هذا الطريق اللي ماشي بالعرض بيجي الطريق الرأسي ده طريق البخور عشان ينقل البخور، بس طبعا مش البخور فقط، في مثلا العاج من الفيل الأفريقية، من في الخشب الأبانوس، وفي المقابل بيستحضر الفواكه مثلا المجففة من منطقة الشمال السوري ومنطقة الأناضول المسمى تركيا دلوقتي. هنا الأنباط كانوا هم اللي مسيطرين على طريق البخور وامتدادات طريق الحرير من جنوب العراق إلى جنوب الأردن حاليا، والعاصمة بتاعتهم المنطقة المسمى حاليا البتراء، وبعض الناس بتنطقها خطأ البتراء، هي مش البتراء، البتراء يعني المقطوعة، هي الكلمة يونانية بيترا، بيترا صخرة، المنطقة الصخرية يعني. فهم كانوا في وسط الجبال عملوا نظام كده لتخزين المية، و يعني استطاعوا من القرن يمكن الأول الميلادي والتاني قبل انتشار بقى المسيحية وقبل التغيرات دي في أيام الرومان، إن هم يعملوا مملكة عربية عميقة جدا. وخزنة فرعون والشكل اللي بنشوفه دلوقتي في البتراء الكبيرة أو البتراء الصغيرة اللي هو المكان القريب منها والنقوش، وأنا طبعا يمكن قعدت فترة هناك لما كنت بكتب رواية النبطي، ولا تزال الأجواء النبطية يعني حاضرة في ذهني. كل ده انتهى بعد الإسلام، استعمل المسلمين الأنباط كجواسيس عشان الفتوح، ثم بعد تقريبا 100 سنة أو شيء أو 150 بالكثير اختفى ذكر الأنباط عموما، والعالم اختلف يعني، إنما هم جزء من الثقافة العربية السابقة على الإسلام. وأنا دايما أقول السابقة على الإسلام لأنه ما كلمة الجاهلية دي ما مش مقتنع بيها قوي، هنتكلم عنها في مرة. إنما خلينا نشوف نقش النمارة ده أو النمارة على اختلاف النطقين، بيتكلم عن الملك مرؤ القيس ملك العرب كلهم ذو أسد التاج لقبه وملك الأسديين. ومحدش يقول لي إنه الكلام اللي أنا بقوله ده مش هو المكتوب، لا هو بس ده بالكتابة القديمة. ونزار وملوكه مو في واو برضو في آخر ملوك، ومزحج وعكدي وفرسان الروم، مكتوبة فرسانو الروم. و النقش ده اللي بيحيي ذكرى أو شاهد قبر هذا الملك مترخ بسنة 223 يوم 7 شهر دكسلول. لاحظوا ان احنا قبل الإسلام ب 200 سنة تقريبا،
وأسماء الشهور باكسلولو. طيب على كل حال، في 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 مقابل بقى هذه النقوش، نقش النمارة والنقش الثاني المهم قوي ده بيسمونه نقش بئر مريغان، وده خاص بأبرهة الحبشي. طبعا أبرهة ده قصة بقى هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن أصحاب الفيل والحدوثة المشهورة. إنما هذه النقوش خاصة بالملوك، بينقش على زي ما كان المصريين قبلهم بقى بخمس ستة آلاف سنة بينقشوا بيسجلوا. طب الناس كانت بتعمل إيه؟ كانت بتكتب على العظم، على أكتاف عظام الحيوانات. وانتوا عارفين لحد دلوقتي الجزارين اللحامين يعني في مصر، ما اعرفش في الدول العربية بيعملوا ايه، بس لما بيجي يشفي الحاجة كده يجي بقى عند عظمة الكتف وينقرها. فسألتهم زمان انتوا ليه بتعملوا كده؟ قال اصل العظم ده بيتباع. طب وايه المانع يعني ان يتباع؟ قالوا لا اصل بيتعمل عليه اعمال. يعني ايه بيتعمل عليه اعمال؟ قالوا بتكتب عليه الأحجبة والحاجات السحرية الشديدة. هم طبعا مساكين مش واخدين بالهم انه لان الكتابات القديمة جدا العتيقة جدا كانت بتتم على أضلاع الحيوانات، فافتكروا ان دي كتابات سحرية وان ده بيستعمل في السحر. انما هنقدر نشوف هنا نماذج لأول يعني كتابة عربية في بداية الإسلام أو في زمن ظهور الإسلام، نقدر نميز فيها مثلا في قطعة العظم دي هنميز كلمة الله، وهنميز كلمة العالمين من غير ألف، وهنلاحظ ملاحظة هنرجع لها بعد كده هي رصانة الحروف ويعني رسوخ الخط، مفهوش الليونة اللي هنشوفها بعد كده مع تطور الكتابة العربية. على كل حال بنخلص مما سبق إلى أن النقش على الحجر قبل الإسلام كان عادة ما يخص الملوك، والكتابة المتداولة يعني اتفاقات مثلا تجارية ديون أو حاجة كانت بتكتب على العظم. وأنا ما ظنش من ناحيتي يعني أن الحضارة العربية قبل الإسلام أو الثقافة العربية أو الجماعات العربية قبل الإسلام كانت كتابية، وإلا ما كانش يبقى عندنا أحاديث تدعو الناس للكتابة وتقول دونوا العلم بالكتاب، وما كانش تبقى كلمة الكتاب مقتصر على اليهود والمسيحيين. يعني لما نشوف في القرآن هنلاحظ ان كلمة الكتاب بتحيل على او اهل الكتاب بتحيل على طول الى اليهود والمسيحيين باعتبارهم جماعة خاصة، انما ما كانش بعادة المسلمين ان هم يكتبوا. على كل حال من هنا بدأت الكتابة، واول نص مكتوب له ملامح محددة سواء كان بقى حقيقي او مزعوم هو رسائل النبي اللي هنتكلم عنها في الحلقة القادمة.